وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، بعد الانتهاء من عملية سحب السلاح الثقيل من إدلب، كيف ترون المرحلة الثانية من اتفاق سوتشي وإلى أي مدى يمكن تطبيقه؟ أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. الحقيقة الآن العين كلها والانتباه كله على الخطوة الأخرى التي المفترض أن يقوم بها الطرف الآخر. يعني الآن بعد أن سحبت الفصائل سلاحها الثقيل والتزمت فيما يبدو في الجزء الخاص بها فيما يخص الاتفاق في مرحلته الأولى، من المفترض أن هناك خطوات مماثلة أو خطوات أخرى يجب أن يقوم بها الطرف الآخر اللي هو طرف النظام ومن معه، مثل انسحاب كثير من مناطق الحشود وإيقاف كل أشكال الهجمات المسلحة على الأطراف الأخرى وما إلى ذلك. وبالتالي الآن هناك ترقب ومحاولة وترقب ورصد لحركات النظام حول هذه المنطقة وحلفائه بخصوص انسحابهم من هذه المنطقة تمهيدا للمرحلة التي تليها التي هي الانتشار المشترك للقوات المشتركة التركية والروسية في منطقة منزوعة السلاح. طيب، يعني بالحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق إدلب، إلى أي مدى ترون أن الدوريات التركية الروسية المشتركة يمكن أن تشتبك مع هيئة تحرير الشام؟ الحقيقة لا أعتقد أنه سيكون هناك اشتباكات، يعني بمعنى اشتباكات واسعة أو اشتباكات ضخمة بين هذه الأطراف. هناك نوع من يعني التدريج في عملية الانتشار هذه، وبالتالي قد تحصل بعض المناوشات أو بعض الفروقات من هذا الطرف أو ذاك في فترة في بداية الأمر، لكن لا أعتقد أن الأمر قد يتحول إلى مواجهة حقيقية بين الطرفين. هناك ما يرى أن الحل لعدم الاشتباك أن تحل الهيئة نفسها وتنضوي تحت قيادة المعارضة المشتركة. هل ترون أن رفض الهيئة السابق لهذا الاقتراح يمكن أن يستمر مع بدء تسيير الدوريات المشتركة؟ يعني هو حتى وإن رفضوا الاستمرار في هذا في عملية في حل أنفسهم، لكنهم عاجلا سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الذوبان أو إلى يعني التحييد أنفسهم عن الصراع في سوريا بشكل أو بآخر، بحكم وجود قوات تركية، بحكم وجود حاضنة شعبية يعني متعاملة أو تتعامل بشكل أو بآخر مع هذا الحل الوحش سوتشي وغيره، بحكم فرض عملية وقف إطلاق النار. وبالتالي أي خروج من قبلهم عن هذا الاتفاق سوف يحولهم إلى هدف تجتمع عليه كل الأطراف، وهذا بالتأكيد ليس بمصلحة. في سياق آخر، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول أن على جميع الميليشيات المدعومة من إيران الخروج من سوريا. لماذا لا تتحرك إذن لإزاحة تلك الميليشيات من على تخوم إدلب؟ أم أنها غير معنية باتفاق خفض التصعيد الذي يعده الكثير جزء من الحل في سوريا؟ لا، بالتأكيد هو سيحصل عملية انسحاب بشكل أو بآخر، لكن من الواضح أن الإيرانيين يحاولون بشكل أو بآخر تأخير عملية انسحابهم ما أمكن، وكسب أكبر قدر من الوقت وكسب أكبر قدر من يعني من أوراق التفاوض قبل الانسحاب من هذه المنطقة. لكن مسألة عدم انسحاب الإيرانيين سوف تعود سوف تستخدم كحجة من قبل أطراف عديدة من ضمنها حتى الأتراك أنفسهم لبقاء الميليشيات في هذه المنطقة ولاستمرار المواجهات في هذه المنطقة، وهو أمر لا تريده روسيا ولا تريده الأطراف الأخرى. نعم، من إسطنبول عبر الهاتف كان معنا رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، شكرا جزيلا لك.